ايه هذا؟ ايه موضوع احنا دلوقتي؟ جنين النخل ده كان البروبوزال انا عملته كمشروع اشتغلته هوضحه في النهايه. جنين النخل ممكن اشتغل منه ماده سيمولوجيه رائعه بس فيها عيوب هنوضحها بعدين. البامبو خشب رائع بس مش موجود عندنا، موجود في شرق اسيا وناس من الصين وفوق لغايه يعني ما صح صح المناطق المعتاده اللي مش معتاده الحاره الاستوائيه بحيث ان المطر بينزل وبتسيبه في سنه او سنتين وبعد كده بيطلع بكميات مهوله 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 فبيقدر يشتغل منه. الباجاس اللي هي رصاص القصب معروفه مصنع محمد حمادي كان بيشتغل فيه وتم بس برضه فيه عيوب عشان فيه كميات سكريات يعني بتاثر عليها في الصناعه. حطب القطن طبعا مش حطب حطب الصوره اللي عشان حطب القطن لكن مش من الالياف بتاعت القطن نفسها من الحطب نفسه. هقول بعباره سريعه عشان كده هقول عليه بالتفصيل بعدين. البامبو رائع ممكن خلاص يشتغل بيه. الرصاص القصب عيبها ايه؟ جاي منين؟ القصب يعني فيها ايه؟ فيها سكر كتير زاد عن اللزوم يعني ايه؟ يعني لازم اغسلها بس كويس والا ممكن هتحط فيها هتصاب بالترمايتس النمل الابيض ولا حاجه فيصدق فيها سكر ويخش عشان ياكل ويبدا خلاص بيتغسل كويس بتعمل منها ورق متحمله على الميزوبيوس خشب ما اقدرش استعملها لوحدها يعني مش هنقول غش هنحط 30% من التشكيله الياف رصاص هذا بوكي جميل وكل واحد وصل ولكن عيبه ايه؟ القلف او المكان اللي فوق كله مستخلصات وهو نفسه خشب كله مستخلصات فعشان نقعد نغسل فيه ونطلع مستخلصات الحته اللي كنت بتكلم الحاجات الموجوده في بلدنا محتاجه شغل والشغل مش محتاج يعني ايه؟ يعني ايه نغسل؟ يعني عايزين ميه ها الميه هتكون متوفره في الايام الجايه دي واحده محتاجين كهرباء عايزين طاقه بجانب المصانع بتتكلف انها كام طاقه فانت بيفرق ان انا المنتج بتاعي جاي من خشب عادي في بلاد اوروبيه ماده خام جميله رائعه تشتغل في المتاحف وبان انا اقعد اتحايل على الريسيتيوز اللي موجود عندنا بالعافيه بمعنى صح بنعمل من الفسيخ شربات بالعافيه وتكلفه عاليه لكن عايز ندري العيوب ندري العيوب مش يعني.